بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وخريجي جامعة عين شمس بيسعدني دعوتكم جميعا للمشاركة في الحدث المهني الأضخم لجامعة عين شمس وهو الملتقى التوظيفي الثانوي للجامعة لعام 24 ده بيتنظم من خلال مركز التوظيف خلال يوم الأحد والاثنين 25 و 26 فبراير لسنة 24 بمقر المدينة الجامعية لجامعة عين شمس الملتقى فرصة لخريجي وطلاب جامعة عين شمس من جميع الكليات والتخصصات للقاء اكثر من 50 شركه من كبرى شركات سوق العمل وكيانات عالميه والمشاركه في الانشطه المهنيه المختلفه على مدار اليومين. الملتقى هيساعد كافه الخريجين وطلاب من خلال توفير فرص عمل حقيقيه وفرص تدريب داخل سوق العمل بالاضافه بانها فرصه يعني ممتازه لكافه الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف على احتياجات سوق العمل والتدريب اللي هم المفروض يعملوه عشان يهيئوا وخباك للمتطلبات الفتره اللي جايه في حياتهم الفعاليات دي هتكون متنظمه على مدار يومين بتستهدف كل خريج الكليات اليوم الاول بيكون يعني بيستهدف القطاع العلمي متمثلا في القطاع الصحي لكليات الطب وطب الاسنان والصيدله والتمريض بالاضافه لكليه القطاع الهندسي متمثلا في كليه الهندسه وكليه حاسبات برضو بالإضافة للقطاع العلمي المتمثل في كلية العلوم وكلية الزراعة وكلية البنات شعبة العلوم اليوم الثاني بيكون مخصص للقطاع الأعمال والإنسانيات متمثل في كلية التجارة كلية ألسن كلية التربية كلية الإعلام كلية الحقوق كلية الأداب كلية البنات القطاع الأدبي الأنشطة دي هتكون على مدار يومين فأول يوم هيكون فيه معرض توظيفي لمدة يومين هيستهدف مجموعة من الكليات زي ما احنا قسمناها في اليوم الأول اليوم الثاني، القطاع العلمي وقطاع الإنسانيات والأعمال في اليوم الثاني. اه متوقع هيكون في مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي على مدار اليومين. اه هيكون في محادثات مهنية من الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة اللي هي الكارير توكس أند بانل ديسكشنز. في نفس الوقت هيكون في برضو Mentorship شيب سيركلز اللي هي دوائر الإرشاد والتوجيه. ودي متوقع ان هيكون في 15 دايره ارشاد مهنيه متقسمه خباك على اليومين او 15 دايره ارشاد في اليوم الواحد بمجموع 30 دايره ارشاد كذلك هيكون في ورش عمل مهنيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفه اللي هي الجينيريك وركشوبس آه وده متوقع برضه هيكون تنظيم خمس ورش عمل مهنيه في كل يوم اثناء الحدث بمجموع آه 10 ورش عمل مهنيه خلال يومين آه في النهايه بشكركم جميعا وبتمنى طبعا لابناء الطلاب والخريجين توفيق وفي انتظار مشاركتكم الفعاله والايجابيه خلال 25 و26 فبراير الجاي كلنا مستنيينكم آه وان شاء الله دي تكون خطوه مهمه جدا وخباك في حياتكم المستقبليه اللي اعتقد دي حاجه بتشغل بالكم جميعا ايه ما هو بعد خباك التخرج احنا هنساعدكم خباك ان انتم تلاقوا كارير بتاعكم والطريق بتاعكم السليم شكرا لحضراتكم